السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا فتة شيش طوق وراك دجاج مخلية، عندي زبادي، زيت زيتون، مستردة، خل، عصير ليمون، عندي عصير ايه، ليمو ولا ليمون دي ما عرفش، طماطم مبشورة وملح وفلفل وبصل مفروم وتوم مفروم وتوم بودر، بصل بودر، بابريكا، زعتر، كمون، مكعبات البصل، مكعبات الفلفل، مكعبات طماطم او طماطم شيري. هنعمل رز بعنب المرق والكركم والكاري، وهنعمل اكل حلو ان شاء الله، معانا زيت او سمنه. وبعدين عندي صوص هنا بقى تاني، زبادي وتوم ومايونيز، ملح وفلفل، كزبره خضراء، هنقدمه مع عيش الشامي، وهنديها شويه لوز حسب الرغبه. هي محبشه لي الدنيا ومكبره الدنيا، كاننا مثلا هنلف مواتير ولا هنعمل فستان سواريه، معرفش يعني، عمليه مش زي ما انت متخيله كده ومكبره المسائل يعني. عمليه هاديه وجميله يعني. ولا انا مش واخد بالي ولا ايه بالظبط يعني. حط حبه رز كده. لا في واحد اكبر من دي يا باشا. في واحد اكبر من دي يا باشا. طيب. هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ هنصلي على النبي قبل كل شيء. هنصلي على النبي قبل كل شيء. طيب ادي الفراخ بتاعتنا، ندي ايوه دي، شكرا يا باشا، حبه زيت زيتون، ده بصل مفروم، وده ثوم مفروم، بعد كده ننزل بالدجاج بتاعنا اهو، كده كده، نديها البصل، نديها الفلفل، ادي الزعتر، نقلب يا عم الحاج محمد يا سويسي يا جميل. سلام عليك، انت الجميل وكل حاجه بتعملها حلوه يا جميل. انت عمنا كلنا يا غالي، وربنا يسعدك انت واولادك والكل حبيبك الاول. حبيبي يا غالي، صباح الفل على عمي. السؤال الثاني بعد اذنك يا شيف، كل اللي بيسلم عليك اصحابك الغاليين انا بسلم عليهم، اللي انا ما شفتهمش وما اعرفهمش يا باشا ان شاء الله هتشوفهم وتعرفهم ونبقى وسط بعضينا ان شاء الله. السؤال الثالث بقى يا شيف بقى، انا عايز اعرف مين بقى اللي انت بتقول له ايه، انا هوريك اللي بقى ده المخرج. لا 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 يا باشا، عارف استاذ محمد يا مخرج، خلي بالك من الغالي. لا ده هم بيستقصدوني، خلي بالك، ودايما يعك معايا وانا مش عايز اقول لك. انت ليك حبايب في كل بلد يا شيخ. قول له بقى، قول له بقى عشان تخوفه بقى. والله بقى انا بقول له اهو، انت ليك في كل بلد حبايب. الحمد لله الحمد لله. ربنا يسعدكم دايما يا شيخ. صباح الفل على عمي، صباح الفل على عمي. كده توم بودر، بصل بودر، وكمون، كل التوابل بتاعتي، واديناها شويه اهو، كل التوابل الحلوه دي، اديناها مسترد، وادي الزبادي كده، ملح وفلفل وبهارات، ونصلي على الحبيب، وادي شويه الطماطم اهو، نشيل بقى كل حاجه ونشوف هنعمل ايه في الرز. الرز بهرناه بس ولسه ما ادينوش اي اضافات تانية، نديله شوية زيت
وادي الملح كده، الله 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 الله. كده شيش طاووق، شوية ليمون، نغطي، نشيل ده بقى من هنا، نقلب الرز بتاعنا. وادي المية السخنة، بسم الله الرحمن الرحيم. كده شغالين، اللهم صل على النبي. يا عم عبد الحق صباح الخير عليك. صباح الفل والياسمين، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليك وعلى في يدك وعلى في القناه جميعا. عمي وحبيبي واخويا، صباح الفل عليك يا غالي. ويا اخبارك واخبار الحبايب كلها اللي بتتصل. كل الحبايب بيصبحوا عليك وانت اولهم. الله يخليك يا غالي، انت حبيبنا كلنا. الكل اللي يسال علينا واللي ما يسالش علينا. صباح الفل على اخويا وحبيبي صديقي. صباحك زي الورد ان شاء الله. حبيبي يا عمدتنا، اشكرك يا عمي، اشكرك يا حبيب قلبي. طيب كده هنا نغطي على الرز. انا شايف الطعم، الله اكبر الله اكبر، بجد شكلنا هنعرف نشتغل اهو. الله اكبر، السار ده عامله شغل حلو قوي. عامة نقلب الرز بتاعنا. طيب لسه عندنا حاجات ياما، تعالوا نعمل حبة صلصة حلوين بقى. تعالوا نعمل حبة صلصة حلوين وجمال. ومين يعمل لك مين وانت عينيك حلوين؟ حبة برضو زيت زيتون، وادي توم مفروم، تسيبها تسخن شوية. صلى على النبي.
يا استاذ ابراهيم، مش حضرتك انت شغال معايا؟ اه طب ما تقول كده. طيب انا فهمت غلط، يعني انا عايز احس ان انا مع حد شغال معايا. منفضني ليه؟ ما انت قاعده ما تتكلميش، ما تقولي حاجه، هو لما انام منكم انتوا حرين. انا بنذركم اهو، حد يلغيني قبل ما انام. حبه مستارده، انا حاسس ان انا شغال في مفاعل نووي لوحدي. ايه ها وادي اليوجرت، صلاة النبي احسن. والله يا بلادنا الله، بالصوص الحلو ده واليوجر معاه، ادي ملح وفلفل. في الاخر اقول لك ايه اللي فكر الحلو بيا. طب انا مالي انا بقى؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الحلاوه، حلاوه. خليه يستوي براحته خالص، خليه يستوي. اول اكل خالص، عايز فاصل، عايز اخش على التانية اخش براحتك، يعني انا ما عنديش مشكلة خالص. لا ايه والله، ما انتوا عارفين حاجة، وانا هشتغل واطلع فاصل، مش هاخد فاصل. يلا بقى، ما انا قلت لكم قلت لا. طيب ناخد فاصل بقى، بدل ما تاخد ايه عيش فاصل، وارجع لكم تاني وانا غير المحطة وانا رافع اي حتة. رجعنا بعد الفاصل. تتخيلوا استاذ ابراهيم عز بيقول لي انا عايز اطلعك بعثه للنمسا عشان تعمل كروس اكسبوجر، عشان تعمل سكلوب فينواز، عايزني اروح النمسا عشان اعمل كروس اكسبوجر واعمل السكلوب فينواز. هو السكلوب فينواز على اسم فينا. وانا فعلا من ساعة ما اشتغلت في الميديا لغاية دلوقتي ما عملتش سكلوب خالص. قعد يعايرني ويقول لي قال لي مش عارف تعمل سكلوب. كل ما اتكلمه يقول لي يلا روح اللي ما تعرفش تعمل سكلوب. فهو قرر يبعتني ان ايه النمسا اعمل ايه كروس اكسبوجر عشان نعمل او تدريب على السكلوب بني. ولا حد انا. طيب ولا كروس اكسبوجر ولا حاجة. هنعمل حبة سكلوب النهاردة، مش فينواز، لا شربنية، يعني هنعمل حاجة حلوة غير تقليدية، لان انا ما عملتوش قبل كده حقيقي، يعني قال لي ناقص مش مطور بتلف ولا فستان صواري، ده حاجات بسيطة خالص. سكلوب بانيه مع جبنة بارميزان، مية بصل، توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل، لبن وبيض ودقيق وبصمات وزيت الآلية. الصوص بتاعي عبارة عن طماطم وصوص طماطم ورش، يعني بنقول عليه احنا بالعربي كده بولونيزا، مش بولونيزا لا، نابوليتان. حطينا البصلاية مع التومية اهي، نعمل النابوليتان من نابولي، يعني السكولب من فينا والصوص من نابولي. عشان بس انت ما تفكرش ان احنا نايمين. وده حب الزعتر، وادي حبة روزماري، وهنعمل حبة سكلوب يعني يكونوا حلوين يعجبوا حضراتكم. بنعمل النابوليتان اللي هو اهو، صوص طماطم اللي هو بتاع البيتزا، ونيجي بقى هنا نعمل المرينيشن بتاعنا. ادي اللحمة بتاعتنا بنفردها على قد ما نقدر، مفروضة اهي زي الفل اهي كده. عايز اعملها بلحمه بتلو ماشي،
بتعمل ببيف ماشي مش هتختلف، بس المهم هتطلع ما تكون طريه. هي بتعمل ببتلو، ادي الزعتر، ادي الروزماري، ادي ميه البصل، ادي حبه السكر دول هنا، توم بودر وبصل بودر اهو، وادي صوص الطماطم. نسلي على النبي، طماطم بوريه. هو فعلا يعني انا احتمال اعمل حاجه حلوه يعني. وقت البطاطس مش هتقول حاجه. الملح والفلفل. نشيل بقى ده من هنا. هو عمي منصور ما بتصلش بيا علينا يا وليد، بقاله يومين ما بتصلش، ولا هو ولا وداد، لعل وعسى نكون خير. يا عم فتح الله، صباح الفل يا شيف. عمي فتح الله اسكندراني الجميل، ربنا يخليك. عمنا كلنا يا شيف حبيبي، يا احلى شيف بتعمل اسكالوب بانيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. بيعايرني يا عم فتح الله، بيقول لي يلا ما بتعرفش تعمل اسكالوب. اوعى حد يقلل منك وتسمعه، انت نمره واحد في جمهوريه مصر العربيه، رضا من رضا وابى من ابى. يا عم المخرج بتاعي عامل له ايه؟ ما بقدرش اتكلم معاه، ده مخرج، ده راجل طيب وبيحبك ويشخبك. ربنا يخليك. ماشي يا عم ابراهيم، ليك شعبيه حلوه، بيدافعوا عنك اهو يا عم ابراهيم. عايز اقول لك حاجه، اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. ربنا يخليك. إيه انت لازم بقى لازم تجمعنا عندك في يوم، انت والاحبه بتوعك اللي بيحبوك كده لله لله، وانا خدامك. الحاج محمد بالسويس بلد الابطال، والحاج عبد الفتاح والحاج عبد الحي، ولو يجي لنا كمان عم ابو طلال تبقى الليله تكمل. هيكون موجود ان شاء الله، ان شاء الله هنتجمع على الخير ان شاء الله يا شيخ. عندي العزومه دي والله عندي، وكل سنه وانت والقناة ومصر كلها بخير يا رب العالمين. طول ما مصر فيها ناس طيبين زي حضرتك، والله مصر بخير حبيبي، والله مصر حبيب بخير ان شاء الله. الله يكرمك حبيبي. صباح الفل على عمي، صباح الفل على عمي، صباح الفل على حبيبي. طيب كده هنا الصلصة خلصت اهي، ماشي. وما تغششني تقول هعمل ازاي الاسكلوب قبل ما ابدا، انت سبتني ليه؟ برضه يقول لي عايز فينا. حاضر. لحتى الناس ما بتطلبوش مني عشان ضعيف. ضعيف الهويه، يعني ايه؟ ايه ضعيف؟ يعني اكله سريعه. بس انا بحبشها تحبيشه حلوه بقى. بعمل لها ايه؟ حاجه جميله كده عشان احسسكم ان انا بعرف اشتغل يعني. الله يا بلادنا الله. بالسيد المخرج والكاست معانا. تمام كده يا عم ابراهيم؟ والله ما انا عارف انا بقول ايه. يا عم منصور. ما ينفعش كده مكتوب غياب يا عم منصور. ازيك؟ انت طمنا عليك الاول. اسمع صوتك انا مبسوط. لا لا انا الان عليك، انا الان عليك، الله الوكيل. حبيبي انا عارف من حقك تزعل، من حقكم، انا مقصر جدا والله، لكن ظروف العمل وظروف الشغل هنا الله يعين. والبرد كمان، والبرد عندكم جامد. البرد عندنا مسوي فينا الهواء، احنا ما بنتحرك الا الساعة 10 الصبح، نحس شوية كده شوية في حركة. صباح الفل على اخويا. صباح الورد. كل الناس بتصبح عليك وبتسأل عليك. عمنا ابراهيم ماله؟ لا 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 لا، بقول لي روح اتدرب واعمل كروس اكسبوجر على الاسكولوب بانيه، يعني اعمل تدريب في فيينا. تتخيل بقى؟ تتخيل يا عم يرضيك كده يا عم الله.
انا اتوقع ما مستحيل يقول ابراهيم كذا. لا لا يمكن غلطان، سمعت انت من حد ثاني يعني. ما انا بتبلع الناس كلها يا اخي، ما تساعدني وانا اقول طول عمري بتبلع عليهم. اذا كان انا بتبلع عليك انت، ربنا يسعدك. سلامي لك، سلامي لابراهيم والاخوان اللي في الاستديو كامل، الاخوان اللي يكلمون من الاخوان والاخوات، والله العظيم انا مقصر معهم جميعا. صبح لي على الانسة وداد والكابتن تامر، وصبح لي على نفسك وعلى كل حبايبك، وصباحك كله خير ان شاء الله يا عمنا. لو بعثوك تتعلم الطبخه دي خدني معك. نعم يا فندم، لو خلوك تروح فينا تعمل الطبخه دي خدني معك. انت برضو معايا؟ برضو انت معاهم معاهم ولا معايا بس؟ طب ما انت مش عايز تطبخ بقى، انت عايز تفسح. شوف شوف اسمعني، خلي دي معاك، انا معاك ظالما او مظلوم. يا انا خدامك، بس انت كده كده بتعمل انت المعلم بتاعنا يا باشا. حبيب قلبي سلامي لك. يا صباح الفل عليك يا غالي، صباح الفل عليك وعلى اخويا حبيبي ابو طلال. طيب كده هنا بقى عملنا ايه؟ تبلنا الاسكلوب بتاعنا، ونشوف بقى ايه هنعمل ايه. ده البقسماط بتاعي، وده اللي براي. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. اهو والله يا بلادنا الله، بجيشك والشعب معاه. مهم عندي بقى الضغطة دي بكفة ايدي كده اهو، وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه لو هي اللحمة حاسة ان هي كبيرة شوية، او انسجتها تخينة في الانسجة بتاعتها، لكن في ايدينا نطلعها زي الزبدة. وهو ده اللي احنا هنعمله بقى، نتكلم عنه. لان لسه اللي قاعدة ما اتنينها تلات تنات بتقول لما اعمله في البيت بيفك مني. قلت لها اربطيه، بتقول لي ما الكفر بفك مني، اللي عشان كفرتيني معاك وانا بداري واخبي. ولازم برضو نتكلم على الكفر. الله يا بلادنا الله، بجيشنا والشعب معاه. اهم حاجة نضغط بكف ايدينا، وهنشوف ازاي بيطرد البريدت بتاعه او العيش بتاعه. بيطرده في حاجتين، البريدت او البقسماط اللي بنحطه عليه بيطرده ليه؟ لو الزيت بارد، اللحمة بتعمل بخار فيها ستيم بتنطر البريدت. يا اما اللحمة عجوزة بتنزل مية بتفرز الطبقة اللي عليه، يا التالت حاجة الزيت كتير يعمل فيبريشن معاه يروح مطلع العيش اللي احنا تبلنا بيه. انت فهمت حاجة؟ طيب لا 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 خليها عديها لله، سامح لله بقى. والله ما انتوا نافعين، تخسروا فيكم الاكل. مين يا فندم؟ يا ست نادية صباح الخير، يا اطيب خلق الله. والله اطيب خلق الله. اختي 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 حبيبتي صباح الخير. ازيك يا شيف عامل ايه؟ يا ست الكل انت بتكلمينا كل اسبوعين مره، تعلان علينا ليه يا ست الكل؟ كان عندي ظروف معلش. هو الحلو ليه تعلان قوي؟ تعلان قوي، انا ما اقدرش استغنى عنك. لا لا اوعى تقول كده. احنا اهلي يا ست الكل. لا والله ما اقدر استغنى، ده انا قاعد بستنى الحلقه بتاعتك عشان اضحك شويه من نفسي. المهم طمني على صحتك قبل كل شيء. والله ما شاء الله على حضرتك. انا طمني على طمني على صحتك يا ست، طمني على صحتك. عايزك تتجه للتمثيل وتاخد ادوار كوميديه. طمني على صحتك الله يخليك. انا بخير دايما بخير والله الحمد لله. دايما دايما يا ست، وربنا يرضى عن حضرتك عشان ربنا بيحبك حبيب في خلقه. والله الحمد لله انا ببقى مبسوطه جدا من ما شاء الله الرجال اللي بتخش لحضرتك، يعني حبايبك اكيد يعني، احنا اهل بقى كل الناس بتحبك الحمد لله.
والله اطفال سيدات كبار كله ده رضا ربنا عليا والله يا ست الكل. طب ما انا بقول لحضرتك ده فضل ونعمه من عند لله. ربنا الحمد لله اللهم لك الف زاد الدنيا بالدنيا يا شيف سيربي ربنا يزيدها نعمه مش الفلوس ولا لا فلوس احنا عليتنا حاجه احنا عليتنا حاجه غير محبه الناس ده كنز والله اللي انا والله العظيم والنعمه ده الكنز اللي ربنا مديه لكل المخرجين اللي في القناه عشان كلهم برضو دمهم عسل منهم يعني. لله اسكتي اسكتي ده لا اسكتي. لا لا ده حد بقى عايز اتعلم اسكلوب اسكتي بقى يا حاج ما تخليش عايز اتعلم منك بقى ببعت للاخراج التحيه وببعت لولاء اسمها الله الوكيل هقول لك ولا اسمها ايه طيب مين؟ المعدة جميلة ولا 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 مش لا ببعت لها تحية عشان هي كمان بتخليك تطلع اللي جواك وما شاء الله وغير كل ده الاكلات الجميلة تسلم ايدك عليه هقول لك على حاجة بس من غير ما هقول لك نعم على حاجة بيني وبينك نعم من غير ما حد ما يسمعنا كده دي بيني وبينك نعم يعني ما حدش قول يا الله والله انا ظالمهم بتبلع عليهم اقسم بالله الناس غلابة قاعدين جوه كل واحد حط وشه في الشاشه اللي قدام منه انا كده انا طول ما انا قاعد اقول ايه مين لله هو برضه بيقول لك كده تسلم ايدك صباح الفل على اختي ومنور الدنيا كلها صباح الفل على اختي مع الف سلام صباحك كله خير بص يا عم الحاج بقى عشان مبقاش فيه حاج احسن من حاج معايا يا نسا اللي بتبوظ الاسكلوب طيب هو دي عاملها كده ليه عشان بس أأكد لكم ان شاء الله ما فيش حاجة تبوظ منكم وانا قلبي معاك ثانية بثانية ها الله 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 اللهم صل على النبي نعم يا فندم طيب هاخد فاصل وارجع تاني مش هعمل حاجه اللي قدامكم ولا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته رجعنا بعد الفاصل وهنقول لك ايه الفرق بين الفينواز طالما انت نكشتني بقى والبانيه العادي الفرق بين ده وبين ده الفينواز اللي هو بناكله في فيينا بالطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي دي ده ليمون وجبنه بقدونس وبيض بالسلق وبيض بالسلق وبحطه انشوجه بعد وقت من الاوقات ولكن هنعمله زي الكتاب ما قال الكتاب قال ايه انا مش فاكر طيب هنا عندي بقى سمنه وزبده زبده وزيت زبده وزيت الزيت بتاعي بيبقى قليل شوية ليه عشان ما يعملش البريبريشن اللي قلت لحضراتكم عليه هنسمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم النار باردة شوية هنسيبها لما تسخن مش مشكلة بس مش هتأثر علينا بحاجة يبقى كده هنعمل ادي البقدونس المفروم اهو هنفرم شوية تاني
ده كنا ناكل الشكلوب دوت هناك ونطلع على الميدان، على الميدان في عند شناوشر ستراوشس اللي هو عازف الكمان الاول على مستوى العالم، ونقعد بقى كده في الجاردن ايه نشم هوا، ده لو مفيش بقى تلج وجليد وحاجات زي كده في النمسا. طيب برضو انا قلبي معاك ثانية بثانية، خلي بالك بقى يا انسة معايا شوية والنبي. تقول لا مش مخلية، طب خلاص ما تخليش. هنا الاسكلوب بتاعي ما فرقش، ما رفصي ما ايه ما طلعش ايه البريدة بتاعه. اهو يا باشا يا ست ام محمد، اهلا ازيك يا شيف شربيني. صباح الفل يا ست الحاجه. صباح الفل، ربنا يحسن ما بين ايديك. انا قبل كده قلت لك معرفه الناس كنوز، ربنا يزيدك كمان وكمان. خدامك حب الناس. خدامك يا حاجه، صباح الخير. صباح الفل، كلنا خدامين رب العالمين. الله يبارك في ساعتك يا فندم. كيف اشكرك طلباتك الامر لصاحب الامر. لو سمحت انا عايزه طريقه الطنبوره بتاع البطاطس، لاني عندي اطفال صغيره اولاد ابني عايزينها. على عيني يا خدام سعادتك يا فندم. لا كلنا خدامين ربنا، ربنا يبارك لك. حاضر يا امي. على عيني يا باشا. ممكن يا عم ابراهيم تبص عليا شويه؟ عم ابراهيم دي اللي حطيتها والزيت بارد بقى ليلة اهي، شايف؟ اما الباقي لما حطيته زيت سخن قفش. لما خلاص بقى كملي نوم. نعم انا في قهوه. لا اشرب يا اختي اشرب. خلاص بقى حقك علي انا غلطت. حاضر. تسال ليه عليا؟ هنا لا بس كنت بكح. حاضر. لا كنت بقولك الحته اللي احنا حطيناها والزيت بارد عملت ايه؟ لا بوظتش، هتبوظ يعني. معلش معلش معلش. يا ابراهيم اللي مزعلك يا ابراهيم؟ واقف انتباه يعني؟ انت بتوعي بينا يا نسا ولا ايه؟
دبشه اللي مربيه ولا لا حول الله رب العالمين. انتم زعلانه ليه؟ طيب نعرف اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. كده احنا بنسلق البيض بتاعنا. وروح مدخلهم الفرن. مش ياما مش كتير. يبقى كده ده نشيل بقى كل حاجة من هنا. هستأذن حضراتكم واخد فاصل وارجع تاني ولا غير المحطة ونروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل. وادي البيض المسلوق فصلناه من بعضه، ده الابيض لوحده والاصفر لوحده. دي الطريقة بتاعت بينا اللي هو الفينواز، غير الطريقة اللي انا عاملها. والله نفس الطريقه يا جماعه، بس بتحط معاها انشوجه. بس هي لو قالت لي امبارح انها هنعمل سكروب كنت جبت انشوجه، بس هي ما قالتليش. دايما تلعب من ورايا. اعمل لك ايه بقى وانت السبب؟ بياكل ليمونه بقشره، هي دي من ضمن الحاجات الحلوه اللي بياكلوها. اللي عايز ياكلها بياكلها، اللي عايز يطلبها دي من ضمن الجرنش يعني. كده ده الجرش بتاعي خلاص اهو، كله مرضي وكله مبسوط اهو.
ده كنا نقف نعمل منه بالمناسبة 200 واحدة واحنا واقفين في المطبخ عشان ايه الرش تايم. نطلع بالفرن بقى. الله 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 يا عم الحاج الله. شفت يا باشا؟ ده انا قلبي معاك شانية بشانية. ماشي. لا اول مره تقوليها، اول مره تقوليها. معلش يلا. ده الاسكليب الفينواز بس انا مزود له الصلصه بتاعته عشان بس ايه اعرفكم ان انا بعرف اشتغل، وانا بعرف اشتغل ولا حاجه. ما هو مش كل قطه تقلي ومشمش يا انسه. طيب هنعمل حبه شوربه حلوين. حاضر. على عيني على عيني على عيني جاي لك هوا. عندنا شوربة فريك بالفراخ، ودايما شوربة الفريك ما بتحبش شريك. ورز ماينا اهي. حاضر نقول مقادير يا باشا على عيني. انا يعني ما كنتش حافظ بس يعني انت عديها لي. يعني شوربة فريك بالدجاج، عندي فريك وصدور دجاج، بصل وتوم، كرفس وكرات وزعتر وروزماري وبطاطس، مكعب مرق، بهارات، كمون، كزبرة خضراء، فلفل رومي احمر، وزيت او زبده او سمنه. هنعمل ايه؟ حبه زيت زيتون هم عشان تبقى حاجه حلوه جميله.
صلى على النبي. بقطعها صغيرة خالص قد البطاطساية، لان مش هضربها في الخلاط، هنخليها بيسبس كده. قطع قطع نعملها ايه؟ قطع قطع. ده البصل وادي التوم. بصل وتوم. دايما بعد ما نقطع الفراخ بنغير البلانشة، عشان انتوا عارفين السلمونيلا. قال لي ما هو كله هيطبخ مع بعضه. قلت له معلش يعني انا عايز بس افهمك ان انا بعرف اطبخ. حاضر. كده بطاطس بقطعها برنواز صغيرة. برنواز صغيرة. انا مش بحمر البصلاية، انا بتبلها بس تبقى لونها مستكاوي كده. وادي التشيكناية بتاعتي. اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. شوية زعتر، شوية روزماري، بهر بقى. كرفس. وادي الكرات. فلفل. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. أيوة النبي. ملح وفلفل.
وادي البرنواز بتاعتي. ما بنسرعش ونحط الميه دلوقتي لما تتطجن البطاطس معايا عشان ايه؟ يبقى ليها شخصيه. طيب ده الفريك هدايا سلطة مقلية بطاطس. نعم يا فندم، استاذنكم اخد فاس وارجع لكم تاني وانا غير المحطة ورا في اي حتة. جينا بعد الفاصل ونغرف بقى معاكم الشيش طاووق. ده العيش بتاعي. وادي اخر حبة فراخ معانا هم. الله يا قلبي. يا قلبي. هب منك لله يا اللي في بالي. عندي حبة فاصوليا بالبطاطس. بطاطس بالخل والثوم، بطاطس مكعبات مقلية وفاصوليا، نص سلقة، كابوتشا، طماطم. الصوص بتاعي عبارة عن خل وثوم، طحينة، زبادي، عصير ليمون، كمون، ملح وفلفل، مينيز، زعتر وروزماري. طيب نقلي بقى حبة البطاطس دول.
كده الشوربه بتغلي عندي. دي البطاطس دي الفاصوليا. الله على خير بلدنا. زعتر روزماري حبة بقدونس طيب مشكلة بقى ان انا قلبي معاه ثانية بثانية هو ما بحسش بيا حتى لاخر الدنيا. طيب كده هنا ادي حبة ملح ادي حبة فلفل حبة زيت زيتون
حبة خل، حبة ليمون، ادي توم مفروم، زبادي، مينز، وادي شوية كمون، وادي شوية طحينة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، زي العسل. مية مية. وبتسأل ليه عليا؟ الله 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 الله، مصلي على النبي. نعم الله الله. انت جيت امتى؟ وانت جيت امتى؟ يا حول الله، انت جاي مستعجل. يا حول الله، لسه ما اشتغلش ومستعجل. حاضر، بسم الله. شفت يا عم الشيش طوق يا عم الفتر؟ تقول لي ما انتش عارف ايه، هبظلم بظاظ عبد العزيز. حاضر، بقابلني في الضلمه لو دقت حاجه. كل ما اكلمه يقول لي ما بتسالش ليه عليا. ماشي،
يا حبيبي. الشوربة بتاعتي شوربة فراخ بالفريك. عايز طبعا اشكر ابنه حبيبي وصاحبي بس محمد افندي، بس لما اعمل دول كده الاول وادي الصوص بتاعي. واشكر حضراتكم على حسن متابعتكم، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.